في هذا المنفذ الجوي مطار جدة يراقب رجال الجمارك حركة المسافرين النشطة. وفي مكان آخر يتم تفتيش حقائب المسافرين بواسطة كلاب K9. تثير تحركات أحد المسافرين الريبة، فيصطحبه المفتش إلى غرفة الفحص للتأكد من عدم حمله مواد مخدرة داخل جسده. تأتي النتيجة لصالح المسافر ويترك لحال سبيله. الهدف تجاوزني الآن. عند تسليم الأغراض يتم الإيقاف من الأمام، تمام؟ تلقت إحدى الوحدات الميدانية في مديرية الأمن العام بلاغاً من متعاون سري عن مروج من الجنسية العربية يتاجر في الأدوية والحبوب المخدرة الممنوعة. رافقنا الوحدة لتوثيق تفاصيل هذه العملية بعد أن تقمص أحدهم شخصية التاجر. وفي كمين المحكم تمكن الرجال من إلقاء القبض على المتهم وحيازة المال والمواد المخدرة. البلاغ قادهم أيضا إلى محل تجاري وسط مدينة جدة اتخذه المتهم مخزنا للمواد المخدرة.